تمام يا اخوان، زي ما شايفين البيت يعني صار هيك محترم بعد ما احنا حطينا الخزانة هذا او القفص هذا، والقفص الثاني زبطته شدته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله في الفيديو هذا حنفرجيكم وين ودينا قفص الطيور اللي هان، وايش سوينا القفص الثاني، وين حنحطه ان شاء الله، وحنتكلم كثير او ايش اخر التطورات. صراحة انا طول امس وانا بعمل في الحاجات هذه ونهد حيلي، فخلنا نروح نشوف ايش انا سويت وعلى السريع. بدناش نطول عليكم زي ما اتفقنا او زي ما تعودنا، اربط حزمة الامانة وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه الجرس الفاقة وحزين لصلك كل جديد، وخلنا نروح ليتس جو. تمام يا اخوان، خلنا بس نرجع كوكي بعد ما شمسناه. تمام، ايش انا سويت عندي هان، خلنا بس نرجع كوكي. كوكي فوت، يا يا هوب 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 هوب، وناخد وحيد. وحيد تا تا وحيد، والله وحيد صار يشرد يا اخوان، معلق في رجل الحبل صار يشرد منه، كان اول ينمسك صار يشرد. تا تا وحيد وحيد حبس تا، والله بطل يستوعبنا. طيب خلنا نرجع فوت، مش من هنا من هنا. تمام خلنا نروح نشوف ايش نسوي. تمام بالنسبة للقفص هشرح لكم، هننقل العصافير الحلقة الجاية. خلنا نشوف ايش انا سويت عندي. طبعا قبل فترة قلت لكم انه انا هشيل الاقفاص هذه، قفص الارانب اللي ما حلفنا الحظ انه احنا نربي، ربنا مرتين صار تسمم دموي، والقفص الثاني برضو نفس الكلام. الحمد لله. تمام خلنا نطلع هان ونفرجيكم كمية البيض اللي محوشها الدجاج اللامبرجيني. خلنا بس ايش، خلنا نفرجيكم كمية البيض اللي محوشها الدجاج اللامبرجيني. بسم الله ما شاء الله، 2 4 6 طبعا على مدار تقريبا اسبوع، فاشي حلو. خلنا نطلع حارس وحارسة، يلا اطلعي نطلعي ما شاء الله. تمام يا اخوان، خلنا نفرجيكم ايش سويت انا بالضبط. عندي طبعا كلكم عارفين انه انا كان عندي هان بيت الحمام، المناظر او الحمام المناظر، فقمت وشلته من هان وخليت بس هو قفص اللي هو العصافير هذا، حنتكلم عليه في الحلقة الجاية. طيب وين وديته يا ابو ادم؟ مش له اثر. طبعا حطيته عند بيت الحمام وعملت له هيك منطقة، يعني منطقة هيك تليق فيه مطرح ما كنا مربيين الارانب. قمت القفص وسعت البيت، هقيت حنشوف كل اشي في الفيديو. طبعا بذكرك لو انت لسه ما حطت لايك، اتمنى انت تخمع لنا لايك، هيك بدنا حبطرش لايكات يا اخوان، وكومنت هيك حلو يشجعنا يخلينا نستمر في المحتوى اللي احنا بنقوم فيه. كذا كومنت على اساس انه يعني يصعد الفيديو. طبعا يا اخوان خلنا نروح نشوف ونمرق على حارس، نشوف وهو نافش ريشه. بسم الله ما شاء الله، طبعا هذا هو بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.
تمام يا اخوان، خلنا نفوت على البيت ونشوف انا ايش سويت. طبعا كمبدئية كان في هان كمان قفص، شلته وحطيته جوا. طبعا في هان كان قفص الزيبرا. طب وين راحت الزيبرا ومش حطيتها غير؟ طب وين راحت؟ هي يا اخوان حطيتها في القفص هذا كمبدئيا على اساس انه انا هنقلهم في البيت هذاك، فحننقل اللي هو الباجي وحننقل الزيبرا. طبعا في الحلقة الجاية حننقلهم معك وحنتكلم كثير. طبعا هلقيت الاخوة هيقولوا اللي بنفعش نحط الزيبرا مع اللي هو الزيبرا مع الباجي، فانا قبل هيك كنت حطيتهم مع بعض وكانت يعني منسجمين وما في اي مشاكل معهم. تمام ايش سويت؟ قمت القفص اللي هان وحطيت الزيبرا هان، وزي ما قلت لكم بدنا نقولهم غاد في الحلقة الجاية. تمام يا اخوان، زي ما شايفين البيت يعني صار هيك محترم بعد ما احنا حطينا الخزانة هذا والقفص هذا. والقفص الثاني زبطته وشتشته وحطيت الاول فيه الكتاكيت الشبابي، والثاني حطيت زوج المالديز اللي اخذنا الزغلول تبعه وحطيناه غاد، والزوج الثالث حطينا زوج المالديز الثاني الازرق الاطول من المالديز العادي، والبيض تبعه والانثى طبعا في معه بيض في مكان اوسع. وزبطنا البيوت كلها، شدناها وزبطناها وصارت فلة شمعة منورة. الان نيجي هنا زي ما شايفين نقلنا اللي هو البيت، حطيت هان الزوج هذا مع الكتكوت المتبنينه، وهان الدجاج الامريكي. طبعا هذا انا بفتح عليه بس في الليل على اساس انه ما يعني ياكلوهم الجرذان او اشي. طبعا هذا الزوج باض يا اخوان باض، ان شاء الله يطلع البيض فيه تخصيب. وطبعا هذا الزوج بطور على البيض. طبعا خلنا نشوف المالديز، كتكوت المالديز الصغير. طبعا هذا هو لسه صغير، مش باين القرعة من الطرعة. خلنا نرجعه، وزي ما قلت له يا اخوان الزوج اللي طلعوه هذا واحد طار والثاني طار لحقه، فربنا يعوضنا عوض خير، ما إلنا نصيب فيهم بعد ما كبروا وبلغوا وتقريبا يعني هيشتغلوا فطاروا. طبعا هان في كتكوت فقس، ايوه الحمد لله. تمام يا اخوان زي ما شايفين صار البيت احلى وانظف، ويعني زبطنا. وهيك احنا بنخلي اللي هو البيت هذا كله خصنص للحماميات، المناظر والاشياء الثانية. وزي ما قلت لكم يا اخوان ان شاء الله فيديوهات تانية هنعملكم يعني نقل للعصافير كلهم في صندوق واحد. تمام يا اخوان خلنا نشوف بيض المالديز، لانه انا امبارح لما نقلته خفت انه ما يرقد عليه، فخلنا نشوف هل رقد عليه ولا لا. بسم الله حلو حلو حلو، هاي راقد عليه يا اخوان، راقد عليه 100%. هاي شايفين الانتاية، فبدناش نلعب فيها. تمام هذا البيت اكبر لإلهم، فبيعطيهم مجال اكتر او اوسع انه هو يتم اللي هو التخصيب من الذكر للانثى، فاحسن لإلهم وانظف. بس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلكم كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثركم الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.